السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. عندك ريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله عمي. أحبك الله بنت كريمة، الله يكرمك بكرمه. عمي غير عاد نعاود لكم جوج هذا ربع سنين. إيه. وكنتمنى من الله تدعي معايا يعطي لي شي وليدات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنتمنى عمي يفرحني الله بشي وليدات، وكنتمنى تكون حياتي سعيدة. يا رحمن يا رحيم. قل يا بنتي كريمة، الزوج ديالك واش هو من العائلة، من المقربين، ولا غير من 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 القبيلة، من المنطقة ديالكم؟ لا هو ماشي من العائلة، هو من منطقة أخرى، أنا من بلاد أخرى، غير ماشي من العائلة. يا تزوجتوا كان عندكم تتعارف من قبل، ولا زواج تقليدي ديال العائلة فيما بينكم؟ لا زواج تقليدي. لا إله إلا الله. وكنت يا بنتي كريمة كان عندك أماني بأنك العام الأول يكون عندك شي وليدات؟ كان عندي أماني، كنت زعما غنجلس 3 شهور ويفرحني الله، وصح داكشي اللي بغى الله والحمد لله على كل شيء. ونعم بالله، ونعم بالله. الحمد لله. كريمة بنتي نبغى نستفدوا منك، أكيد أنكم مشيتوا عند الطبيب ودرتوا فحوصات ودرتوا بزاف ديال الأسباب. مشينا عند الدكتور، متبعين دابا مع تبع راجلي، متبع مع واحد الدكتور دابا. الله يكمل ليه الرجاء يا ربي. امين. وكريمه بنتي المجتمع كيفاش كينظر لكم، العائله والمقربين كيسولوك امتى غتفرحينا، كيفاش كيشوفوا فيك؟ كيسولوني امتى واش ما كاينينش وليدات، واش مازال، واش كاين اللي كيدخل لك بخيط ابيض، وكاين اللي كيوسوس لك في راسك كيقول لك علاش زعما كيقول لك تفرقي وتتزوجي بالاخر وتولدي وهذا، ولكن انا ما بغيتش هكا، قلت لهم داكشي ديال الله. يا الله سبحانه وتعالى. يا بنتي ما عندي مثلك بنتي، لا اله الا. ولكن بنتي كريمه ملي كتكوني في شي مجلس فيه وليدات صغار، ولا في العيد، عيد المولد مثلا، امهات كيشروا لوليداتهم ملابس، انت واقيلا عندك واحد الشوق كبير كيتحرك في صدرك. عندي الشوق. المهم كنقول لو كنت انا نكون بحال هكا، نكون فرح ونكون فرحانه، ونكون حتى انا كنتمنى كنشوف شي امراه مشات مع وليداتها، حتى انا كنبغيت نفرح الصراحه، بغيت نكون بحالهم. وغاتفرحي ان شاء الله بنتي كريمه، غاتفرحي باذن الله، باذن الله الواحد الاحد. الله يكمل لك الرجاء كريمه يا ربي يا كريم. بنتي كريمه غنقول لك، انت اسمك كريمه، وكل شخص له من اسمه نصيب. دائما يا بنتي كريمه غتبقي تدقي على الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، الناس ناعسين، ملي كيبان لك بان كل شيء ناعس، الكل يغط في نوم عميق، ديك اللحظه تضربك الفيقه، نوضي توضاي واستقبلي القبله، واستحضري بان الله تعالى اقبل عليك، غتقولي يا الله يا الله يا الله يا الله، ربنا عز وجل غادي يقبل عليك، غادي يقبل عليك مباشره، غادي يجي لعندك مباشره. انا ذاك غتصلي ركعات بسجود وخشوع واطمئنان، وبقيت تقولي الكلمات التي يحبها الله. ما هي؟ انت اسمك كريمه، قولي يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين. ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا الكلام، وهو غني عن العالمين، ولكن يحب من عبده ان يناجيه. لماذا؟ لان ربنا عز وجل في الأصل كان كنزا مكنونا لا يعرف، فخلق الخلق لكي يعرف، والخلق حينما يبتليهم فيدعونه، ربنا عز وجل يحب دعاءهم، وبالتالي حينما يفتح لهم أبواب العطاء يعطيهم بلا حد وبلا حصر. أسأل الله الكريم المتعالي. يا بنتي كريمة نقول السادة المستمعين، الله يجازيكم بخير، هاد البنية هاد الزوجة على رقبها صغيرة السن، عاونوها بواحد الفاتحة، واللي هزي الدوق الأمين لا شك ولا ريب غيكون عنده من الأجر والتواب ما الله به عليم. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا وهاب يا وهاب، يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاح يا عليم،
يا رزاق يا كريم، ربي لا تدرها فردا وأنت خير الوارثين. اللهم ارزق للا كريمة وزوجها ذرية طيبة، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم ارزقها الذرية الصالحة. اللهم يا كريم إن نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن ترزق أختنا كريمة وزوجها ذرية طيبة صالحة في القريب العاجل. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.